وش تساوي لنا كاسه شاي؟ جاي هاي باي كاسه شاي مش جاي هيك. مو منضرب وساوي شاي، بدهم يخدموا كمان. ليه هيك عم تحكي معي؟ ليه عم تحكي معي؟ مو انا رجال البيت وكنت لازم تمشي. رجال؟ يا عيني الرجال ما بيقعد بخلقة مرته ليل ونهار على الطال بطال. الرجال بيروح بيدور على شغل وما بيستنى الناس تحنن عليه، بياكل من عرق جبينه. شو بدي اشتغل يا عدري؟ شو بدي اشتغل؟ كل شيء بده راس مال وما معي راس مال. ابو نحله تركنا بالبيت شويه مصاري، بيتبروا لك امورك، روح جيبهم من البيت. ولا بدك تضل قاعد هيك لا شغله ولا عمله في خلقتي والناس عم تتحنن علينا مثل الشحيدين؟ يعني اوتيك الحرميه رح يكونوا تركوا لنا المصاري ما سرقون؟ بعدين شو هي روح البيت هنيك لحالي بخاف. بتخاف؟ لك انت رجال وبتخاف؟ شوف ماني رايقت لك، ها قوم بدك تعمل شراب، بدك تعمل شاي، شو ما بدك تعمل اعمل، بس لا تنسى ابو نحله هذا كله على حساب ابو عزام. أصلاً ابو عزام الجائب من رجاله ايده والخير، كثير ايده والخير، لولا شوي هيك ايده فاروطيه للناس. اي مزبوط، احسن منك يا شحات. سو شحاده حساس يقبرني، صاير كثير حساس. لك حرام، لك حرام يكون عندي رجال مثل ابو عزام. لك اضرب انا وحظي. شو تفضلتي؟ شو تفضلت بدي يا خانم؟ شو تفضلتي؟ احترمي حالك احسن ما اطوقك. والله يا بطوقك. ها ابو نحله بتحترم حالك وبتروح من وشي احسن ما. نعشان والله معك حق يا معلم ابو سيف، شو جاي احد فيه؟ والله شو جاي احد؟ لك ليش ضل في عقلك ابو نحله؟ انا وقت قاعد عم تحكي مع ابو سيف. شو اصلا؟ لا ولا شيء، عم بحكي مع حالي. شو داخل من رجعت لهي شيء؟ ولا شيء يعني انا معي شرتفيكه وبفهم كثير ومصر توضح لي شو قصدك بالقعده اللي انت عم تشوي. خلص ضل ابو نحله، يعني قلت لك ما في شيء، غلطوا منك السماء. لا غلطنا ولا سماح، ما في هاي الدوكات. هلا بدك تقول لي هلا شو قصدك؟ ليك ابو نحله لا تخلي هذا نادي لك يعيد وطالعك برات لهوي وبعتك لهاد مرتا. خلاص روحوا. زعلتني منك كثير، زعلتني. عود السلام عليكم. وعليكم السلام. عريف الشباب نحله. عريف الشباب عريف. ايوه نحله. ايوه ايدك ايدك. اه حبيبي. اهلا بالرجال، اهلا بالوضايا. ايوه ايوه شايف معي. ايه براسي محلي عيدو لعيونك يا شكري. طب تكرم ابو نحله.